الحراج أسواق باتت ملاذا يفضل الكثيرين اللجوء إليها لشراء حاجياتهم، إما مجبرين أو اعتقادا بأنها تقدم الأنسب وبما يتوافق مع قدراتهم الشرائية. في أمر أصبح معه الحراج يشهد رواجا وإقبالا واسعا من قبل الباحثين عن مقتنيات عجزوا عن شرائها من المحلات التجارية. الحاجة اللي قد هذا كيف ما نشتريهاش، ما نشتريهاش، يعني الإنسان هو بحسه وعقله ما عاد اشتريهاش بالذل. إذا كان حاجة يعني مليحة وعاد عجبني عاد اشتريها، حاجة ماشي ذي ما عاد اشتريهاش. والحراج بيجيبوا لك ثياب من داري حقت من حقت ميت حقت مريض اللي قد الحراف قصبا عنه. الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة بيستفيد من الحراج كله. الحقيقة بالنسبة للحراجات ليست كلها بطريقة صحيحة، ليست كلها بطريقة صحيحة، فهناك حراجات يباع فيها أرذل القطع أو أرذل الأدوات المنزلية. نحن نتمنى من يعني من المستوردين الحراجات من دول الخليج أن يوردوا الأشياء النظيفة ولا يوردوا لنا الزبالات والقمامات الموجودة في دول الخليج والتي يقع عليها الزمن ويدخلوها إلى الأسواق اليمنية، وهذا لا يجوز. ويعني ونسأل الله العلي القدير أن يكونوا أصحاب ضمير أولا، ثانيا لا يوردوا إلا الأشياء الكويسة وليس الزبالات والقمامات وذاك ودخلوها لداخل اليمن. هذا لا يسموها يعني حراجات بهذا الاسم. أسواق لبت طموح البعض في الحصول على ما يحتاجونه وبأسعار مناسبة، مما دفع الكثيرين لاستيراد تلك البضائع من دول عديدة، لكنها ظلت مرهونة بضربة حظ قد تكون خاسرة، فسرعان ما يكتشف مشتريها بأنها ملابس رديئة أو مقتنيات معطلة فشلت معها جميع المحاولات لإصلاحها. نجلبها من عدة دول أجنبية وعربية وعن طريق منافذ رسمية وعن طريق الميناء، من المنطقة الحرة، من الحديدة، عن طريق المنافذ، ومن السعودية ودبي ومن الأسواق، من شركات وفنادق. أغلب البضاعة نأتي بها من المملكة العربية السعودية. يتم شراء من محلات أثاث مستعمل سواء في المملكة أو من الحراج، ويتم إخراجها عبر المنافذ الرسمية طبعا. بضائع مختلفة وأشياء غريبة لسلع مستوردة استوعبتها تلك الأسواق تبعث على التفكير في استخدامها، وكأنها جمعت هكذا دون سبب، ثم رمي بها إلينا مقاسات وأحجام وألوان صاخبة وأشياء منها ما ينفع ومنها ما لا ينفع. كما تعلمون إن السوق اليمنية سوق حر، وإن الوزارة لا تمنع أي تصاريح في لأي سلعة كانت، وللقضاء على هذه الظاهرة يجب أن تتعاون عدة جهات، منها المنافذ الجمركية وأمانة العاصمة وحماية البيئة إلى جانب الوزارة، وأيضا جمعية حماية المستهلك، لأن هذه الظاهرة تضر بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني. جهود تبذل من الوزارة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء حول الرقابة على الأسعار والجودة والمواصفات والمقاييس إلى آخر. فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية بالتنسيق لإيجاد آلية جديدة، ومنها تعيين موظفين يتمتعون بصفة الضبط القضائي للقيام بهذا الدور، ومنتشرين على كافة محافظات الجمهورية. يعني الغرض من هذا هو ضبط المخالفين بالأسعار والمتلاعبين بالمواصفات وإحالتهم إلى النيابة للقيام ضدهم بالإجراءات القانونية. أنا أعتقد السبب في ذلك هو الباع نفسه أو المسؤول عن المبيعات، أحيانا بيجي يضع سعر تقديري أو سعر ارتجالي ما يكونش خاضع لآلية معينة محددة من قبل مالك العقار. أسواق الحراج وإن كانت حلا وفرصة للحصول على ما يحتاجه الفرد وبأسعار مناسبة، لكنها تظل تحمل معها الكثير من الأضرار الصحية التي يمكن انتقالها من الملابس